نطلب فحص للغدة، فحص للأملاح، وجع رجليك من الأملاح. شو عم يجعني؟ عم يجعك شي بطونة تقلش؟ هيك رسالتي هيدي من أول ما فتحت العيادة من سنة 83 وقدرت بالأساس كانت كشفيتي كثير قليلة، فقدرت أوصل لكثير عالم، وكل ما زادت خبرتي وكل ما زاد الوضع الاقتصادي خصوصي بهالفترة متدهور، لاحظت إنه لا، لازم أنا ضل مع العالم وضل كشفية قليلة، وقد ما فيه ساعد أنا باخد 200,000 ويلي في مرضى بيدفعوا 100 وفي عالم ما بيدفعوا أبدا. بشرى ام الفقرة سيماكية ما بترفض حدا، كان معه ما معه هي بتساعد كل العالم، والله يخليها بصحتها عالهمي اللي ماشي فيها. كشفية قليلة 200 او 100 لا قدر هالمريض يشتري دواء، لان انا كشفيتي 20 دولار يعني مليونين، كيف فينه يشتري دواء؟ في منهم معاشاتهم مليونين بس بالشهر، وفي ناس مليون ونص ما رح يقدروا يشتروا ولا حب الدواء. بارادول حقه 700,000، علبة حليب حقه 800,000. هيدي الغرفة، هيدي عالمي، هون بقضي أكتر وقتي. من أول ما فتحت العيادة وهي هي الكلينيك تبعي، ما أقدر أطور فيها شيء لأنه بتكلف كتير، فأنا هل بدي أدفعه؟ لا، بفضل أنه وفره للمرضى وساعد مرضى أكتر فيه.